في المجلس انتوا كنائبات، هل يعني بيبقى لكم جلسات خاصة بتقرروا نقاشات خاصة؟ بيبقى لكم، بشوفكم دايما تقعدوا جنب بعض ساعات بس يعني عندنا الصالون بتاعنا اللي بنقعد فيه، صالون للسيدات، في طبعا استراحة للرجال واستراحة للسيدات جوه المجلس، بس دي بتبقى للحياة الاجتماعية نوعا ما يعني. في حاولنا في الأول في جروبات خاصة على الواتساب للسيدات، ولكن أنا بحب أكتر العلاقات الشخصية، بحب لما أتكلم مع حد يبقى وجها لوجه. يعني أنتوا كلكم تعرفوا بعض وأصدقاء وبتتواصلوا؟ طبعاً وبنقعد جنب بعض فعلاً. غريبة دي شوية، بنحب نقعد جنب بعض بنعمل تكتلات. لكن هل حدث أنه كانت هذه الكتلة النسائية مؤثرة في رأي جماعي في قضية بعينها؟ في التصويت على طبعا على الكوتاز، على الكوتا بتاعت المرأة، على قضايا المرأة طبعا بتفرق. عملتوا خطة يعني ونفذتوها؟ ده في بعض الرجال بينضموا إلينا في الرأي، لازم ينضموا، هيروحوا فين؟ فقررتوا ان انتوا يعني اجتمعتوا او تشاورتوا على الواتساب؟ مرتين وبعدين عملتوا اجتماعات وفي تشاورات كتير، يمكن انا بحب اكتر اقراها، ما بتدخلش فيها كتير، بحب اسمع كل الناس. لكن احنا متفاهمين جدا السيدات اللي في المجلس. طيب بتشوفي لو كانت معارضه او يعني كل الجهات برضو متفاهمين كسيدات. انا ملاحظ انه العلاقه في المجلس ده مؤخرا بين المعارضه وبين، ما فيش اغلبيه يعني، ما اقدرش اقول اغلبيه بالمفهوم السياسي، او ممكن تكون اغلبيه عدديه يعني، العلاقه لطيفه يعني، العلاقه فيها احترام متبادل. العلاقه فيها احترام، ويمكن الفتره اللي فاتت كلها كانت مشاريع كلها قوميه لا خلاف عليها، تحس ان انت بتبني بلدك، بتبني حاجات كتير للجيل اللي بعد كده، فمفيش اتنين هيختلفوا عليها، لو معارضه او لو حد من الـ من الـ الممثلين الاغلبيه العدديه يعني. فحسيتوا ان انتوا لا بتتناقشوا بموضوعيه شديده يعني. بالظبط، وحتى في كتير جدا من المعارضه بالعكس، ده طريقه كلامهم بتبقى منطقية جدا وفي صلب الموضوع بالظبط. وهي دي الموضوعية يعني، ما احناش بنختلف على حاجة قد بنختلف في الموضوع وللصالح العام يعني. طيب لو انا جيت قلت لك البرلمان القادم في عدد كبير من السيدات، تمام، هل انت شايفة انه هذه التجربة اثبتت جدارتها وهذا العدد يستحق ان يتزايد، ولا احنا نقف لحد كده ويعني ونبدا بقى من البرلمان اللي بعد اللي جاي نسيب المراه تخوض التجربه لو عملنا تعديل تشريعي اخر، تعديل دستوري اخر؟ هل الميزه النسبيه اللي احنا اعطيناها دي لفتره مؤقته ولا تستمر لفتره اطول؟ مبدئيا الميزه النسبيه اللي حضرتك بتقول عليها دي، هل السؤال هل مطلوبه ولا مش مطلوبه؟ هي مطلوبه طبعا بالعدد ده، مطلوبة طبعا، لأن الست المصرية أثبتت على مدار التسع سنين اللي فاتوا إنها صانعة قرار، انها مش فقط بتؤدي ولكن بتفكر وبتخطط، وبالعكس في مشروعات كتيره جدا في مصر هي الرائده فيها، هتبص على معظم الوزيرات الكفء فعلا من السيدات، فبالتالي الست المصريه لما بتوصل للاماكن دي بتبقى تستحق وجودها فيها، خاصه اللي بتحب تطور من نفسها وتحب دايما انها تبقى دايما سابقه الاحداث. بالعدد ده ولا مش بالعدد ده، احنا دي تجربه برضو، أكيد هنجرب، وأكيد دايماً هيكون في تعديل على أي دستور فات أو على أي قوانين فاتت، ده شريعة البرلمان. صحيح. إنك أنت دايماً هتعدل ودايماً هنشوف إيه الأفضل للبلد. حالياً أنا شايفة في الوضع ده فعلاً وجود المرأة أولاً دولياً بيدينا كمان مصداقية كبيرة، المرأة مؤثرة في الجمهور في الشعب. صح. المرأة هي طبعا مش هنقول الكلام اللي احنا على طول متعودين عليه، هي قلب البيت. لا انت قلتي جملة مهمة، انها تمثل صورة مشرفة انه يبقى في امرأة وتتحدث وتخرج باسم البرلمان. بالزبط. ده امر مشرف جدا يعني. فانت طريق ان التجربة ومش امرأة واحدة يعني، زمان كان بيبقى عندنا واحدة او اتنين. صح. دلوقتي ما شاء الله السيدات بمختلف الاعمار ومختلف الاحزاب بيشاركوا في العملية السياسية وبيشاركوا برا مصر، وبالتالي بيبان ان دي مش فلتة، مش واحدة هي بس اللي كويسة، بالعكس ده جزء من المجتمع.